لنعرف أكثر مع المخرج أو مخرج مسرح الدمى كريم دكروب تاريخ عريق بعالم الدمى وبهالأعمال هيدي يلي أخذت ضجة كتير كبيرة، كان لها جمهورها الكبير وبعده جمهورها من كبار وصغار، والقصص والإبداعات يلي صارت من خلال هالأعمال هيدي يلي تقدمت. شكرا لك على كل شيء لحد هلا تقدم كريم دكروب، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك، شكرا. يعني شكرا. أنا هيك بيرجع في ذكريات والحنين لشو صار بكفر منخار قبل ما أحكي عن المسرح والدمى وين صار هلا. يعني أنا عم أقول لك ليش العودة، قلت لي ما في عودة بعدها مستمرة. أي طبعا طبعا. أنا بذكر أنه عامل معك مقابلة من ما رح أقول من كم سنة، لا يعني على الهواء هلا ما حنقولها. لا بس أنه كثير من زمان كثير، إيه شي 15 سنة يعني أو أكثر حتى، يعني على أول هالمسرحية هيدي أو هالعمل هيدا. نعم. ليش شو سبب استمراريتها؟ هل بيتغير فيها؟ هل في ارتجال؟ هل في عفوية؟ لا هذه في، بعتذر قطعتك، بس أنه من أول ما جيت أنا دارس بروسيا. نعم. وهونيك سيستم المسرح مختلف عن هون. هونيك اذا في مسرحيه بتنجح بيدخلوها بالريبرتوار بالبروجرام تبع المسرح وبتبقى سنين طالما هي عم يجي جمهور عليها. انا قررت من اول ما جيت، من 30 سنه، من اول ما تخرجت قررت ان اعمل ريبرتوار بلبنان. اوكي. ولما اعمل مسرحيه تبقى المسرحيه طالما الناس عم تجي عليها. ففي عنا اليوم 9 مسرحيات بعضهم موجودين وبعضهم عم ينعرضوا من القديم ومن الجديد. نعم. بما فيهم شو صار بكفر منخار اللي عمرها 30 سنة. كم كاركتير المسرحيه؟ ما عدد نسيت شو كتار؟ ايه انه ايه في مين بيمشي الشخصيات؟ انت حدا منهم؟ لا انا عاده ما بمثل، بس انا المخرج. بس في ممثلين. هلا الممثلين احيانا بيتغيروا يعني طبعا. نعم. مش يعني لانه في عندك مدى سنين ومش بس هيك، حتى حاليا على نفس المسرحيه احيانا ممكن يكون في اكثر من ممثل على نفس الدور، لانه اذا بدنا نسافر، اذا بده يكون في عروض وحدا مرتبط، فدائما بيكون في تغيرات بالنسبة. بعده مسرح الدمى قائم وبعده مطلوب وبعده محبوب وله جمهوره؟ طبعا. نحن لما نعمل يعني لما نعلن عروض بتفول الصالة عنا. نعم. لليوم عادة شو المواضيع اللي بتناولها مسرح الدمى؟ هل هي للأطفال؟ هل هي نقد؟ هل هي مسج، رسالة معينة عم توصلوها لحدا؟ هلا منيح هالسؤال، مهم. ليه؟ لأنه يمكن إذا نجحنا، نحن نجحنا لأنه طبيعة المواضيع تبعيدنا ما فيها وعظ. نعم. وطبيعة المواضيع هي من هموم الأطفال نفسهم. نعم. مش هموم الكبار تجاه الأطفال، لذلك نحن مسرح للعائلة، وإذا في عنا أحياناً شوية وعظ هو للأهل مش للأولاد. أيوة. وعظ يعني أو مش وعظ يعني توعية. يعني يمكن التربية. كذا. والولد بيضل مهتم أكيد. أكيد طبعاً. تحكوا بلغته؟ بنحكي بلغة كل الناس. هلأ بالنهاية الولد لما يكون عايش بالمجتمع وعم يسمع لغة الناس كلها، بنحكي بلغة الناس يعني. وحتى لما نحكي اللغة اللي بنحكي فيها ما بنحكي لغة الطفولة مثل ما معروف يعني. لأنه الولد لما تحكي معه بلغة الأطفال ما بيقبضك. يعني بيعتبر أنك أنت مش محترمه. لا فيك تحكي معه بلغة شوية هيك. بس الطفل يعني قبل كان مسرح الدمى ويمكن بعده لهلأ، الطفل بيحب يشوف هالشخصيات هيدي، ما يشوف الأشخاص الحقيقيين اللي عم بيحكوا، بيشدوه أكتر لأنه بعيش الخيال أكتر. هلأ مش يشوف الشخصيات. إيه بس نحن من أول ما بلشنا من 30 سنة لليوم الأشخاص اللي عم بيحركوا الشخصيات بيكونوا مبينين. مزبوط. إيه وليش بيكونوا مبينين؟ لأنه بالنسبة إلنا نحن والجمهور هيدي لعبة، هيدي مش سحر. أوكي. نعم. بتكونوا معهم حقيقيين. نحن عم نلعب يعني. وقوانين قواعد هاللعبة انه المتفرج يشوف اللي عم بيحرك. بس الدمية. في مسرح دمى بيكون في بوكس مخبى. أيه. المسرح وعم بي غير نوع. غير نوع. يعني هل بمسرح الدمى بس غير نوع؟ طبعا طبعا. شو اللي بيختلف ووين يعني افضل يعني؟ ما في شيء افضل. نعم. بس انه اللي بيختلف انه نحن، انا من اول ما جيت على لبنان تخرجت من 30 سنه لليوم كان عندي هذا الاسلوب، انه انا بدي اكشف اللعبه لاسباب تربويه وفنيه. ايوه. انا هذا بدي اوصله. الاسباب تربوية وفنية. نعم. اسباب التربوية هي انه الطفل بحاجة انه نحن ننمي الكرياتيفيتي تبعه، الابداع، الحس الخلاق والمبدع فيه. نعم. لذلك
لما تشتغل مع الولد وتفرجيه كيف عم بتصير الاشياء، كيف عم تنصنع الاشياء، نعم، وتخليه يندمج مع هذه الشغله ويسال هذه الاسئله، هذا على المستوى التربوي كثير مهم. بضل يصدق المسج؟ اي طبعا، لانه هو فات معك باللعبه ولانه هو شايف انك انت عم تحترمه. نعم اكيد، ويمشي معنا باللعبه للاخر، والدليل هي السنين اللي نحن ماشيين فيها بعدنا لهلا. طيب شو العناصر الاساسيه لنجاح مسرح الدمى اللي تختلف عن المسرح العادي؟ العناصر الاساسيه لمسرح الدمى هي انه الاشخاص اللي عم بيعملوا مسرح الدمى، خاصه اللي عم بيحركوا الدمى، نعم، يكونوا مصدقين اللي عم يعملوه. اوكي، مصدقين مزبوط، يعني انه انا عم حرك دمي اللي هي غرض، نعم، شقفه خشبي او سفنجي او اي شيء، حتى الناس يصدقوا انه هيدي كاركتر، نعم، كاركتر شخصيه، بدي انا اللي عم حرك الدمي انا صدق، نعم، بدي يكون صادق يعني. فالصدق شغله كثير اساسيه بمسرح الدمى، اذا ما كان المحرك والممثل صادق، نعم، ما بيمشي الحال. عندنا شيء مشاهد من في مشاهد هلا بدنا نشوف شو صار بكفر منخار، شو صار بكفر منخار، يمكن ما في مشاهد هلا منها، نعم، بس في مشاهد من مسرحيات ثانيه فينا نشوفها، نعم، فينا نشوفهم مايا او عم يجهزوا. طيب فيك تذكرنا شوي بموضوع شو صار بكفر منخار؟ هلا شو صار بكفر منخار هي بتحكي بموضوع كثير بسيط، نعم، بتحكي عن مدينه فيها فساد، نعم، ومن ضمن الفساد، يعني هي في مسج، لا مش مثل عنا، نحن ما في بلبنان فساد اكيد، أه؟ بس بالمدينه غير مطرح فيها فساد، وفيها عده انواع من الفساد، نعم، فساد الاخلاق التربوي الى اخره، العلاقات بالناس، ومن ضمنها كمان الناس، نعم، ما بتهتم بمدينتها، اوكي، ما بتهتم بالمكان العام، من ضمن الاشياء الوسخ، نعم، والزباله، ايوه، فبيقرروا المناخير، يعني انت سبقت الامور كمان، يعني طبعا سباق، على هذا الشيء، لانه المسرحيه من قبل عم نشوفهم من ضمن الف وردي وردي، هون الف وردي وردي هلا بحكي عنها، فبيقرروا المناخير انه يفلوا يضربوا، اوكي، وهون بصير مفاوضات بين الناس والمناخيره، ليش مضربين، ليش فليت، اوكي، يعني هذه الف وردي وردي، الف وردي وردي هذه مسرحيه معمولة هي عن الفصول الأربعة، إنما هي فيها نوع من توعية على الفن التشكيلي الانطباعي، يعني كل الديكور تبعها هلا إذا ملاحظين، إذا شايفين الديكور تبعها وكل العناصر البصرية هي من وحي لوحات لفنانين تشكيليين معروفين، فان جوغ ورينوار وغوغان وحتى بيكاسو وبول كلي إلى آخره، وهي عم تحكي عن الفصول الأربعة، وهذه مسرحية برمت كتير بالعالم، نعم، بأوروبا، بالدول العربية، بالصين، بكتير دول برمت، يعني برمت كتير بالعالم بلغاتهم يعني، ولا عم تحكي كعمل؟ هلأ لما نحن نعرض بالأوروبا بنعرض أو بالفرنسي أو بالإنجليزي، نعم، بالصين عرضت مع دوبلاج صيني عملته فرقة مسرحية صينية، ايوه، هلا نحن طبعا رحنا عرضنا، نعم، بس كان في برمنا بسبع مدن بالصين، كنت عم تحكوا بالعربي وعم بيدبلج، صح، ايه، صح، كانت تجربه كثير حلوه بالصين. قد ايه سهل مسرح الدمى انه يتنقل، يعني اسهل من غير مسرح، لانه ديكوره بيكون، هل هو ديكور بسيط؟ هلا ديكورنا نحن كبير مش، نعم، صغير، بس نحن عندنا طرق بتصنيع الديكور، نعم، بتتضبضب بطريقه انه بتسافر بالطياره يعني بسهوله، نعم. يلا ينام مرجان، ايش هالمسرحيه، هالعمل كمان من يلا ينام مرجان، صح صح، وهذا بعده عايش كمان، هذا برم بالعالم كثير، يلا ينام، نعم، مرجان، وهيدي من وحي الف ليله وليله، هذا بده ينعرض الخميس الجاي هلا، نعم، العرض، وهذا كمان حبوه الناس، غير نوع، غير نمط من المسرحيات الثانية، نعم، بس حبوه لأنه في هوية عربية، هوية شرقية، طبعا هلا نحن بالمسرح، يعني معروف انه مسرح الدمى نشتغل نحن مع احمد قعبور، صحيح، الموسيقى معظم اعمالنا المسرحية موسيقى احمد قعبور، كمان لها نكهة، يعني هي عاطية هوية لمسرح الدمى، يعني كريم، بس نشوف كمان هون يختلف، يعني مسرح دمى نحن بنعرف انه بنحرك بايدنا والقصص بالاصابيع بتصير، هون بنشوف انه الشخصيات حد ذاتها لابسه الدمى وعم بتأدي، يعني صاروا مثل اشخاص موجودين على المسرح، هذا نوع اخر من المسرح، صحيح، هلا مسرح الدمى من فتره يعني، نعم، بلش يصير شيء بنسميه تياتر سانتيتيك، يعني، نعم، مسرح الدمج اللي فيه دمج بين عده انواع من الفنون، نعم، بين التمثيل والرقص والدمى الصغيره والدمى الكبيره ومسرح الظل والفيديو،
نعم. كله نحن بنستخدمه بمسرح الدمى اللبناني. كريم، شو في عروضات هلا؟ وين عم تصير العروضات؟ شو صار بكفر منخار وغيرها من الاعمال يلي بالفعل رسخت باذهاننا كلنا، يعني ايه؟ عاشت مع اجيال وبعدها عم تعيش هلا مع اولادنا واولاد اولادنا. ايه، في على فكره في ناس بيجوا لعنا، نعم، ثلاث اجيال بيجوا على المسرح. ايوه، بيكونوا الاباء حاضرين المسرحيه، هون كثير اطفال، نعم، واهلهم احيانا حتى الجد او الجده بيكونوا حضروا المسرحيه، لحقوا حضروا المسرحيه من 30 سنه هن صغار. نعم. فهذه شغله حلوه عنا. هلا نحن بنعمل مسرح دائم، بنعرض عنا موسم صيف، موسم شتاء وربيع الى اخره. موسم الصيف كان مفترض نبلشه بستة الشهر، نعم، بستة تموز، انما بستة تموز صار في حريق بمسرح دوار الشمس. ايوه، يعني بالليله اللي كان بدنا قبل ما نبلش عروضنا. 6 تموز صار في حريق؟ نعم. فاضطرينا انه ننقل على مسرح مونو. نعم. ومسرح مونو استقبلنا فورا، يعني هن عرضوا انه يستقبلونا برحابة صدر. ففورا نقلنا على مسرح مونو، وبلش الموسم تبعنا الاسبوع الماضي بمسرح مونو، بمسرحية اسمها شتية دني سيسان. ايوه. ومستمرين بمسرح مونو، في عنا الثلاثة الساعة 5:30 بمسرح مونو، شو صار بكفر منخار. ايوه. عنا الخميس الساعة 5:30 بمسرح مونو كمان، يلا ينام مرجان. والموسم تبعنا متابع بعدين كل خميس، ممكن نكمل بمونو او بمسرح ان شاء الله اذا رجع تزبط دوار الشمس، او نعم، يعني بالمبدا نحن باي مسرح فينا نعرض. بس وين فيهم يتابعوا الناس ليعرفوا وين عم بيتابعونا؟ على الفيسبوك. نعم. على الانستغرام لبانيس. نعم. بابا ثياتر خيال. نعم. بس نحكي بهول الاعمال اللي حضرتك هلا عم تذكرهم، يعني هون شو النجاح؟ هل حسن الاداره؟ هل حسن الاستمراريه؟ هل في تجديد بالموضوع ولا هو ذاته؟ يعني عم نحكي نحن هلا اسماء مسرحيات عمرها 25 سنه، يعني هالقد عمرها كبير وبعدها مستمره وبعدها عم تنعرض، مثل ما عم تقول ثلاث اجيال عم يجوا يشوفوها. يعني انا هون بشدد انه ارجع اذكر، يعني عم تحكي شو صار بكفر منخار، يلا ينام مرجان، شتي دني سيسان، يعني هودي انا بعدني بتذكر الاسماء. ليش هالقد بتذكر الاسماء لو كنت حاضرهم؟ انه لانه موجودين هول المسرحيات. هلا نحن بنعمل، ما بنغير بالمسرحيه كثير، احيانا هيك تعديلات بسيطه حسب هيك، اذا بنحس انه في شيء بده تعديل لسبب فني. بس اللي بنعمله بنعمل صيانه دائمه للمسرحيات، حتى قبل كل عرض نحن بنعمل تمرين للمسرحيه. دائما، يعني هذه مثل تقاليد عنا، بنرجع نعمل تمرين تحت يرجع يتذكروا الممثلين، يرجعوا يشوف يعني اي شيء بده شدشده بالمسرحيه بالعرض، حتى بالديكور بالدمى. يعني الصيانه الدائمه، بالاضافه لانه مواضيع المسرحيات تبعنا هي مواضيع دائما مرتبطه بالعصر ومرتبطه بالناس. يعني حتى ولو كانت نحن عنا مسرحنا هو مسرح له طابع اجتماعي، في نقد اجتماعي. أوكي. وواضح النقد الاجتماعي اللي عنا، مش نحن ما بنعمل هيك مسرح بس بسيط طبعا، بس هذا النقد الاجتماعي اللي بنعمله بيلمس الناس ودائما هو راهن. بترتكزوا على قصص بكتب للطب النفسي للاطفال؟ لا لا، يعني هول الشغلات طبعا، يعني وقت تكون عم توصلوا مسج ضروري يكون في هيدي. هلا انا معالج نفسي. نعم. وعندي عياده. اوكي. وهذه مهنتي كمان. ايوه. ف يعني يمكن كمان هذا واحد من الاشياء اللي انا كثير برتكز عليه بالشغل مسرح الدمى، لانه وقت اللي بدنا نخاطب الاطفال والعائله، نعم، بدنا نخاطبهم عن معرفه. نعم. عن معرفه بشو يعني شو ممكن ياثر عليهم هذا الشيء اللي عم تقوله، وقديش ممكن يكون له، احيانا بيكون له تاثير سلبي. نعم. المسرح مش دائما له تاثير ايجابي حسب كيف عم تقدمه باي طريقه. نعم. فهذا الشيء اكيد بحاجه لدراسه، وهذه واحدة من الاشياء اللي نحن كمان بنتميز فيها. كريم، يعني حاليا اذا بدنا نحكي عن ايام المسرح وعوده المسرح وتسكير عدد كبير من المسارح بسبب الظروف الاقتصاديه وهالازمات اللي عم نمرق فيها، يعني هل في برايك هلا مع اهتمام قاسم اسطنبولي اللي كنا عم نحكي معه من شوي، وجوزيان بولوس طبعا عم يهتم بمسرح مونو، وعروض كثيره عم بتصير، لكن عم بتكون عروض قصيره، يعني عم بيكون في تكلفه انتاج كبيره والعروض محدوده، هل قد عم تحمل؟ هل يعني خفت ايام المسرح ولا المسرح على طول موجود وثابت؟ لا، المسرح على طول موجود، في مناضلين بالبلد. نعم. يعني ذكرت انت الاسماء، يعني جوزيان
بولس، نضال أشقر، مسرح دوار الشمس، المجموعة اللي فيه كلهم في ناس مناضلين عم بيمسكوا باللحم الحي أماكن بدها إدارة، بدها مازوت، بدها يعني أبسط الأشياء يعني، ولأنه في عندهم إيمان أنه هذا الشيء بده يكمل. وبنفس الوقت في شباب، أنا أستاذ بالجامعة اللبنانية، وفي خريجين طلاب بياخدوا العقل، ناس من ذهب عم بيشتغلوا، عم بيطلعوا أعمال بتاخد العقل، ما بعرف كيف عم بيدبروا حالهم حتى يقدروا ينتجوا، والإنتاج عم بيجيب ناس. يعني يعني الأسبوع الماضي كان في افتتاحين ثلاثة حلوين، أعمال بتاخد عقل. ففي حركة حلوة بلبنان، بس يعطونا شوية راحة بال، مش يعطونا نحن نعطي حالنا شوية راحة بال. بس في نشاط مسرحي جميل. الرسالة لمين؟ للنقابة، للدولة، لمين هذه بتوجهها بختام حديثنا؟ للاستمرارية، للحفاظ على مسرح الدمى وغير مسرح الدمى، لأنه كل عمره المسرح منبر من خلاله بنقدر نعبر ونوصل مسج، كان للأطفال، كان للعائلة، كان للزعماء، كان على الدولة والقصص والنقد اللي عم بصيره يعني إلى آخر. الرسالة مش لحدا، رسالة لقلنا نحن اللي عم نشتغل مسرح أنه نكمل مسرح. هيدي لأنه ما قاطع الأمل يعني. نحن نكمل نشتغل مسرح، والشباب اللي عم يطلعوا اللي عم يتخرجوا يكملوا ويأمنوا أنه في أشياء كتير بنقدر نعملها. أيوة. فهي في جيل جديد عم يطلع، وهول الجيل رح تشوف بكرة شو حيطلعوا إن شاء الله. فلا ولا همك، الأمور ماشية. مبروك الاستمرارية، انبسطت أنه استضفتك. شكرا. بعد هالسنين رجعنا كمان حكينا عن مسرح الدمى، ومعروف يعني أنت فريد بأعمالك بهالبلد، ومعروف بالأعمال اللي قدمتها، وانبسطت أنها بعدها مستمرة، وهالأسماء يعني هي بعدها راسخة بذهن العالم. شكرا لحضورك معنا. شكرا لك، وشكرا، وإن شاء الله كمان نرجع نلتقى بعد 10 سنين 20 سنة. أكيد. ما بعرف كيف بكون شكلنا. أي والله. Thank you.